الأمير هاري غاضب بسبب وضع أجهزة تنصت في منزله وسيارته، كشف الفاعلين وهدد بالانتقام. تقدم عدد من المشاهير من ضمنهم الأمير هاري وألتون جون بدعوى قضائية ضد نشر صحيفة الديلي ميل البريطانية، زاعمين أنه تم التنصت على هواتفهم وانتهاك خصوصيتهم وفقاً لوكالة رويترز. That was the start of a learning journey for me. ويدعي المشاهير أن الشركة التي تقف خلف الديلي ميل استأجرت محققين لوضع أجهزة تنصت في منازل الناس وسياراتهم. كما تضمنت التهم دفع أموال للشرطة لنبش معلومات حساسة تتعلق بالمدعين وانتحال شخصيات للحصول على سجلات طبية والتنصت على مكالماتهم الهاتفية. وفي بيان قالت شركة هاملينز القانونية إن المدعين أصبحوا على دراية بوجود أدلة دامغة ومقلقة تشير إلى أن موقع ضحية صحيفة Associated Newspapers. Harry, take you Meghan. I, Harry, take you Meghan. To be my wife. To be my wife. وأضافت الشركة ولهذا السبب تكاتف المشاهير معاً لكشف الحقيقة ولمحاسبة الصحفيين المسؤولين، علماً أن عدداً كبيراً منهم لا يزال يشغل مناصب عالية حتى اليوم. وتضمنت مجموعة المدعين كلاً من الممثلة إليزابيث هيرلي والممثل سادي فراست والمخرج ديفيد فورنتش ودورين لورنس. من جهته نفى متحدث باسم Associated Newspapers وهي ناشرة ديلي ميل وذا ميل أون ساندي وميل أونلاين هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، وجاء في بيانه: نحن ننفي بشكل قاطع ولا لبس فيه هذه الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها، ويبدو أن هذه الدعوة ليست سوى حملة تشويه ممنهجة. من جهة أخرى، يبدو أن مشاكل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن تصل إلى نهاية، حيث بدأ تأثيرهما ينعكس على جيرانهما في مكان سكنهما بسبب شهرتهما ورغبة الصحافة بمتابعة تحركاتهما ومعرفة أخبارهما. وبحسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية، فإن الأمير هاري وميغان ماركل يرغبان بالانتقال من مكان سكنهما في مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا التي استقرا فيها بعد انتقالهما من بريطانيا، ليختاران مجمعاً سكنياً في مدينة سانتا باربرا. قرار هاري وميغان هذا أثار غضب سكان المجمع السكني الذي باتوا يشعرون بالقلق من قدومهما إلى المكان. وبحسب تقارير صحفية، فإن هذا القلق يتعلق بلفت الانتباه من قبل الإعلام للمجمع السكني إلى جانب حركة المرور الكبيرة التي سيجلبها الثنائي الشهير، كما يخشى البعض على أطفالهم من حركة السيارات الكثيرة التي ستكون بسبب تتبع تحركات الثنائي الملكي للحصول على الصور.